هاي كيفكم؟ اليوم بدي احكي لكم عن كتب ما استغرب كثير اني ما حكيت لكم عنهم قبل، اللي هم كتب روبرت جالبريث او جي كي رولينج، اللي هم كتب سترايك ديتكتيف. اوكي، اول واحد اللي هو كورمان سترايك نوبل ذا كوكوز كولينج، اند ذن وي هاف ذا سيلك وورم، اند ذن وي هاف كارير اوف ايفل and lethal white. okay انا وصلت بكتبي للبوك 3 اللي هو Carrier of Evil. ضايلي هذا اللي جبته وقت معرض الكتاب. I'm looking forward to it. حتى في فيديو معرض الكتاب قلت لكم عنه ستارك، لان كنت بفكر في Game of Thrones but it's strike. okay اول اشي بدي احكي لكم عنه انه الكتب هاي لها سيريز بريطانية من اكثر السيريز الحلوة، يمكن حضرتهم 4 مرات like كل الابيسودز. كل كتاب تقريبا بيجي 3 ابيسودز او 4 ابيسودز. however هذا اكثر شيء بحبه بالمسلسلات البريطانيه انها قصيره، تعطيك الخلاصه يعني. اوكي، ثاني شيء الكاست از اميزنج، زي ما تخيلت الكاركترات لما قرات الكتاب. اوكي، قبل كم من سنه، لا حتى قبل اكثر من كم من سنه، قبل اكثر من كم من سنه جي كي رولينج نزلت كتب تحت اسم هذا الكاتب الوهمي. alright فبتذكر قبل ما ينزل الكتب كان في الغلاف الهارد باك واحدة دايرة راحطة وهيك الضوء عم بهيك عليها، and كتير تبعون البوك سيلرز كانوا كتير to recommend this book انه هذا الثريلر الجديد you have to read it and blah blah blah. فبتذكر كنت كل مرة اشوفه اقرأ اللي ورا الملخص احس انه I read that a lot، انه ليه بدي ارجع اقرأ هذا الكتاب، فأطنش. بعد أكمل شهر يمكن شهرين أو whatever فجأة نزل stickers على كل البوكس إنه هذا البوك is actually written by J.K. Rowling. هون تغيرت الحوار تماما تغير، كان مبيعاته منيحة صارت مبيعاته هائلة بس الناس عرفوا مين كاتبه. فيمكن عشان هيك J.K. Rowling كتبته باسم تاني، اسم مستعار، لأنه حابة تسوي حالها بصورة مختلفة لجمهور مختلف عن جمهور هاري بوتر. In any case يعني أحكي لكم شوي عن القصة. أول إشي قصة سترايك في كل كتاب بيعالج قضية زي كتب أغاثا كريستي and stuff like that. okay بس سترايك محقق غريب، يعني صفاته ديتكتيف are very unique. أول إشي أمه وأبوه مشهورين، ثاني إشي أمه ماتت في قضية غامضة، في ناس بيحكوا إنها انتحرت، في ناس بيحكوا إنها انقتلت، هو مع الناس اللي بيحكوا إنه أمه انقتلت. أمه كانت موديل كتير كتير محبوبة وأبوه كان روك ستار، بس علاقته في أبوه صفر، يعني لهلأ أنا في الكتب ما شفته، ما صار لقاء بينه وبين أبوه. ف I don't know how it works، يمكن هلأ في كتاب الجاي يمكن يكون فيه. بصراحة I'm waiting إنه هو يحل قضية أمه، بس هلأ خليني أول شيء أفوت ببداية القصة دائما نفوت فيها. ففي عنا جوهرين في القصة، في جوهر اللي هو حياته الشخصية وفي القضايا اللي بياخدها. حياة سترايك الشخصية انه هو كان بالجيش وانقطعت اجره، فهو زي عنده اجر حزبية مركبة. اوكي، ضخم كتير، كتير مهمل في حاله وفي حياته ومكتبه والى اخره، وضعه المادي صار كتير كتير سيء مع انه اهله كتير كتير اغنياء. فهذا بيخليه is interesting، ليش؟ انه هو بحب يعتمد على حاله. اول ما الناس يسمعوا اسمه انه كورمان سترايك، انه انت ابن هدول الناس الروك ستار والموديل، كتير الناس على السريع انه واو بتغير نظرتهم لإله بس يعرفوا مين هو. في يوم بيقدم لطلب من ايجنسي انه هو محتاج سكرتيرة تيجي ترتب له حياته لولا كم من يوم اللي بيقدر يدفع يعني. فبتيجي البطلة الثانية اللي انا كتير نفسي يكونوا مع بعض بس it's not happening. اوكي، اللي هي روبن. اول ما يلتقوا روبن بتكون هيك انتقادية كتير ل مكتبه وهيئته وتصرفاته وهيك اشي، بس بيكون في عندها اشي يعني كده قالك هوس بعالم التحقيق، بتكون هي جوا حالها نفسها تكون محققة بس مش قابلة تعترف في الموضوع لا لإلها ولا لصاحبها اللي هي هاي اللي عايشة معه. فلما تقابل كورمان بيجي عنده قضية بنفس اليوم اللي هي بتيجي فيه، بترتب له المكتب وهيك، فهو بيروح بينزل بيحقق وبتركها، يعني ما بيكون بيناتهم الحوار كتير كبير.
صح بينقذ حياتها كمان. اول ما تيجي عنده على المكتب بيفتح الباب فهي بتندفش، بتكون احتوقع على الدرج، بيشيلها هيك وبيحطها، فهي بتنبهر من قوه جسمها. ثاني شيء بتنبهر انه اعرج، عشان هيك هو ما بيقدر يفوت مثلا البوليس فورس اور وات ايفر، انه عنده اصابه زي هيك. القضيه اللي بتيجي من واحد كارمن بيعرفه من زمان. اوكي، كارمن هو صغير كان في عنده صاحب، كان هذا صاحبه متبنينه عيلة كتير غنية، مش ابنهم، متبنينه عيلة كتير غبية، بس كارمن ما كان عارف هذا الاشي وقتها. وكانوا متبنين بنت تاني كمان، هاي البنت العيلة بيضة بس البنت سودة، والبنت كتير 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 حلوة واتراكتف. فبعمر صغير بوصل خبر بكل الصحف والمجلات والجرايد نفس اليوم، يعني باليوم اللي بعد روبن ما تيجي عنده تشتغل، انه على اساس انها انتحرت. فطبعا هو القضية هاي بتلفت نظره، ليش؟ لانه امه موديل وامه كانت كتير حلوة، وحكوا انها انتحرت، وهو حاسس من جوا حاله انه هاي البنت برضه ما انتحرت، فبياخذ القضية. مين بيكون مقدم لهاي القضية؟ اخو على اساس هاي البنت، هذا ابن هاي العيلة، ابن هاي العيلة حقيقي. فالبنت والولد التانيين اخوانه، يعني غير الاشقاء متبنين. اوكي، بيبدأ كارمرون يحل القضية وهيك يفوتنا في عالمها، كيف هو بحقها، كيف بيشوف الأشياء is very interesting، كيف بيلحق الأدلة. وغير هيك بتورجيك قد ايه الأبواب بتنفتح له بسرعة أول ما يعرفوا ابن مين هو، مش عشان محقق. ف this is interesting. في عنده علاقات مع الشرطة زي شارلوك هومز وشي زي هيك، و بتصير روبن بتقرر، مع انه الاجار يعني معاشها كتير واطي، بتقرر انه هي حابه تضلها مع كارمن، انه اتس هير باشن تشتغل معه، بس بتكون اشترطت عليه انه بعد فتره يمرنها وتصير شريكته. اوكي، ذس از بوك 1، ما راح احكي لكم بعدين شو بيصير. بوك 2 ذا سيلك ورم، بتيجي برضه قضيه لإله، بتيجي من مين؟ ذاتس ويرد. اوكي، واحد كاتب بينقتل، بتيجي مرته عنده يحاول يساعدها، مرته بتكون كثير مشحتفة مع انه الكاتب كثير مشهور على اساسه، وبتكون كثير بتعاني لانه مش قادرة اتذكر بنتها، صح؟ بنتها بتكون من بتعاني من مشاكل عقلية، فبتحتاج ابوها كثير تسأل عنه، مش قادرة تتحكم فيها يعني، وبيكون المصاري عندهم كثير قليلة. بنفس الوقت بتفوت قضية ثانية، يعني القضيتين بيلتحموا مع بعض. It's really cool. ف this book is، انا بالنسبه لي انا بقرا، كان في بارتس بالذات الوصف اللي جواته ديسكاستينج. ليش؟ هذا الكاتب اللي انقتل كاتب كتاب، جوا الكتاب عامل شخصيات معينه بيعرفهم بالحياه الحقيقيه بدار النشر وزملائه من الكتاب، وزي مشوه حياتهم وسمعتهم جوا الكتاب، يعني حاكي كل فضايحهم بس بطريقه كتير جروتسك ومقرفه. اوكي، بطريقه خياليه. فانت اذا ما بتعرف تفكروا انه فيكشن بوك، بس هي في قصة جوا قصة. مرات الكاتبة بتحط لنا هاي المقاطع، المقاطع are disgusting somehow. اوكي، بس كلهم connected عشان تحل القضية، تعرف مين المجرم الرئيسي. ليه؟ لانه مش بس هو كمان بيموت، في وحدة كمان من زملائه بتنتحر لما تقرأ المسودة تبعته، which is interesting. So this is book 2. Book 3 career of evil. I think this is my favorite so far the series. This book number 3 is my favorite. هاي القصة لأنها أكثر بتحكي عن روبن، شو صار بروبن، ليه هي the way she is. وفي طبعا قضية تانية اللي هي قضية بتكون اغتصاب واحد مغتصب ماينر، بعدين في عنا قصص تانية متداخلة مش حاضر أحكي لكم يعني، لأنها كلها داخلة في بعض، بس it's so smart, it's so much fun. وكتير الكومبليكيشن تبعون الشخصيات حلو، وحلو كتير انه دخلنا شوي وشفنا روبن من جوا، شفنا بحياتها. بعدين this book broke my heart لانه الكاتبة عملت اشي بعلاقة روبن وسترايك I found horrible، ما كنتش بدي يصير هيك، لانه انا from book 1 كتير نفسي اياهم يكونوا مع بعض. So yeah, I can't wait اخلصه وابلش في Lethal White، لأنه علاقة روبن وسترايك في هذا الكتاب كتير هيك like it's like on fire, you know. So I really want to see how this will go. وكمان بصراحة كتير نفسي أنه هذا الكتاب يكون بيحكي عن أمه، مع أني أنا مش عارفة ليه حاسة أنه حيكون الكتاب اللي بعده، لأنه اسمه Troubled Water. أعلنوا دار النشر أنه رح ينزل كتاب number 5، فأنا really looking forward to reading it. وكتير نفسي نزلوا البي بي سي other episodes for Carmen Strike. And that's it.
احلى شيء بهدول الكتب انهم مترجمين بالعربي، بتقدر تلاقوهم. I think Dar Hashat و Dar Al Karma they actually translated them. So yeah, that's it. I hope you enjoy them. واللي قرأوا يحكي لي شو رأيه. أنا بحكي لكم أول مرة مسكت الكتاب بدون ما أعرف مين اللي كتبته ما كنت كتير متحمسة لإله، لأني حسيت إنه زيه زي كتير غيره. أكتر إشي عجبني فيه الكفر، بس كنت كل مرة أقرأ ورا أحس فبحس السمري ما عملت سيرفيس للكتاب، إنه هو عن جد really good more than interesting. يعني أنا حسيت إنه هي ضافت، مش دائما فيك ناس بعالم التحقيق كتير مشهورين الكاركتر نفسه مش القضية، زي شارلوك هومز وشخصيات أغاثا كريستي. بحس كارمن سترايك وروبن في هدول المكان بيشبهوا كاسل or something like that، عندهم هذا الفايب. So yeah, that's it. I hope you enjoy them if you read them and if you don't read them and watch the TV series. أنا بحكي لكم بحب كثير الإنتاجات تبعت البي بي سي. So yeah, have a lovely day. Bye.